شاورما الكنافه بالفراخ. شاورما كنافه بالفراخ. طب خلينا ندوق الاول وبعدين الشكل ده احنا بتاع احنا ناس بناكل الاول قبل ما نشوف. ماشي دوق. الكنافه لازم اعملها كده اهو افرفطها متفرفطه خالص قبل ما احط. هو عموما اسهل ان انت تعملها صينيه. ما انا هعملها صينيه في البانه دي. استاذنك تحطي لي طاسه على النار بقى. اه طبعا انت واقفه ما بتساعدينيش خالص. يا سيدي اساعدك. قول لي بقى عايز ايه وانا انا عايز اعلمك حاجه بقى. ايه؟ لا اعلمك حاجه تعمليها بقى. ماشي. حط زيت على السمنه. لا. على الزبده. لا زيت بس. اه انزل بالفراخ. انت متاكد ان عايزني اساعدك؟ اه ساعديني. متخافيش انا جنبك. انا بفتح لك البوتاجاز اهو. نقل على عيني التانية لو ما هي الفكره ان هو قفل الاثنين. ثانيه واحده. احنا كده بنعمل خلطه الشاورما اللي اي ست بيت او اي حد يقدر يعملها يعني مش شرط اللي هي بتاعت المحلات. ايوه بس انت هتعلمني ايه بس قلت لي دلوقتي علمني. اعلمك تعملي الكنافه تعمل الشاورما ازاي. ماشي عايز اقول لك حاجه. اتفضلي. طب انت ليه مش بتتبل الشاورما قبل لما بنحطها في الطاسه؟ عشان احنا بنعمل حاجه اسمها شاورما سريعه. اه الثانيه شغاله. الكلام ده ممكن اتبلها قبلها بيوم بس انا بعمل شاورما سريعه. قلبي الفراخ. ها واقول لك تمشي خطوه خطوه عشان تعمليها بايدك. ها طب ادي الفراخ. لا لغايه لما لونها يتغير والميه تبدا تنشف عشان احنا مش عايزين الميه اللي فيها دي اللي خارجه من الفراخ. اوكي احنا خليها بقى تسيبها كده شويه. كده انا بقلب الزبده. مع انت الكنافه. اه بتحط لها الزيت شويه تحمر بالزبده؟ لا ممكن احط لها شويه تقرمش. اه بس لو الكلام دوت ممكن احط لها سن السكر عشان تقرمش معايا بس ايه سنه خفيفه جدا يعني. ببدا اركن دي كده وابدا ادهن الصينيه. لازم الزبده تكون كتير. تمام مركزه معايا. بجيب شويه يعني تقريبا بتحط طبقه زبده قافله على طبقه الطاسه نفسها مش باينه. اه ما هي كده كده هتشرب. اما انا بعمل احتياطي. ها ببدا اهو زي اكني بعمل الكنافه الحلو. ابدا ادوس عليها اقفل الفتحات اللي فيها. طب بس انت ما فكرتش تعملها حشوه؟ ما انا هعملها حشوه. اه وهتعمل طبقه تانية من فوق؟ اه اوكي. بص انا بطفي بالخل. اه انا حضرتك شمي كده شمي. ايوه ايوه انا بحب قوي الخل بالثوم ده ضرب في مناخيري. والثوم برضو في الاخر ما احطوش في الاول عشان ما يحسسنيش ان انا باكل فتت فراخ. انا هنا بقى باخد لحم الطماطم. ايوه ما باخدش اللحم بس عشان ما ينزلش ميه. لا وحشه قوي. بقول لك اعدم الراجل اللي عاملها بقى عجبتني ازاي يعني. طب انا حاطط الثوم دلوقتي هتعدميني؟ لا لا يعني انا قصدي ما بحبش الثوم يبقى ماسك ده كده. لا لا ما بيبقاش ريحته فايحه. مش ثوم في بقي يعني مش كده. ابدا بقى اتبل الملح. استاذنك الملح والفلفل. ايوه بص حضرتك حطيت التتبيله في الاخر ازاي؟ ده ايه ده؟ بهارات شاورما؟ بهارات شاورما وديت فلفل اسمر. ببدا احط في الاخر البقدونس. طب وال الزبادي؟ ما انا جايلك في الكلام. ماشي عملنا الخلطه بتاعتنا كده ناشفه ما فيهاش ميه. هنيجي بقى نقفل على السريع يعني كده اهو. مش شم حاجه يعني ولا ريحه فراخ ولا هنحط خيار فريق. مخلل. دي شاورما بجد. ممكن بقى لو احنا بقى عايزين نخترع فيها اكتر ونعمل فيها حاجه احلى نحط ايه؟
تومية جوه الحشوة ولا؟ آه. ده لونها المفروض يبقى كده على طول، ما تغمقش ولا تبقى فاتحة، اه تبقى فاتحة أكتر من كده. وأبدأ اللي أنا إيه؟ أقفل على بسيط كده أهو. وأبدأ أضغط أهو. تمام. اخر حاجه بقى بحطها الجبنه الموزاريلا. حط فوق الكنافه جبنه موزاريلا. ماشي. نبدا ندخلها الفرن، تاخد من تحت حوالي 10 دقائق او اقل من 10 دقائق، يعني 8 دقائق، ما بين 8 و10. وابدا اطلعها فوق تاخد برضو حوالي 7 دقائق الوش يستوي. كده كده النار اللي تحت هتجيب اللي فوق اكيد. تمام. طيب. ابدا ادخلها بالشكل ده في الفرن. دخلها في الفرن. دخلناها في الفرن. احنا كده حطيناها في الوسط. ماشي، مش تحت قوي عشان ما تلسعش مننا.